الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. ثم أما بعد، ما حكم من جامع امرأته وهي حائض؟ ما حكم من جامع امرأته وهي حائض؟ أقول بالله التوفيق، يحرم على الجنب أن يأتي امرأته وهي حائض، محرم عليه، وذلك لدليلين. الدليل الأول في كتاب الله عز وجل: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن. يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث أنس: افعلوا كل شيء إلا النكاح، افعلوا كل شيء إلا النكاح، أي إلا الجماع. يبقى يحرم على الرجل أن يأتي امرأته، أن يجامع امرأته في أثناء الحيض. طب ما عقوبة ذلك؟ لما تقدر تلاقي حديث ابن عباس، وحديث ابن عباس من أهل العلم من يصححه، ومن أهل العلم من يضعفه، أن النبي قال فيه: من أتى امرأته وهي حائض فعليه دينار أو نصف دينار. ركز في الحديث ده كده: من أتى امرأته وهي حائض فعليه دينار أو نصف إيه؟ أو نصف دينار. طب متى يكون عليه دينار ومتى يكون عليه نصف دينار؟ هذا كفارة لما فعل، هذا كفارة لما فعل. يكون عليه دينار إذا أتى امرأته والدم غزير، والدم غزير. ويكون عليه نصف دينار إذا أتى امرأته والدم قد جف أو قل شيئا ما، جف أو قل شيئا ما، يبقى يحرم عليه. إما يكون عليه دينار أو نصف دينار. ده لو صححنا الحديث، وأنا نقول الحديث فيه خلاف، وكثير من أهل العلم من يضعف. طب ماذا يفعل من أتى امرأته فعل المعصية؟ ماذا عليه؟ أولا عليه بالتوب إلى الله عز وجل، عليه أن يتوب. ثانيا عليه أن يكثر من الأعمال الصالحة ليكفر عنه ما فعل. يعني ممكن مثلا يطعم 5 مساكين، 6 مساكين، 10 مساكين، ممكن يصوم يومين لله عز وجل. طب ليه الصيام وليه الإطعام وليه كل ده؟ من باب قول الله عز وجل: إن الحسنات يذهبن السيئات. هو وقع في المحظور، وقع في المحرم، فعليه أن يفعل أعمالا صالحة حتى يكفر عنه ما فعل. وأقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.